لكن مع التطور ده يا كابتن في قطاع الناشئين وفي الدرجه الاولى كان لازم تعمل لائحه جديده للناشئين وتحفزهم. عملنا لائحه جديده في عملنا لائحه جديده لائحه جزاءات. انت دايما برضو انت عارف حضرتك بعد اي موقف زي ما بقول لحضرتك المشاجره بتاعت لازم بتاخد اجراءات زي ما بيقولوا ايه تربويه. تمام. احنا اولادي في النادي الاهلي في بس بتبقى طبعًا. اجراءات اكثر تطور. اكثر تطور. اكثر طبعًا. تربويه لان احنا مع التطور ده لازم وتطور الاجيال ويعني جيل حضرتك وجيلي غير الجيل اللي موجود حاليا. صحيح صحيح. فاحنا ودايما ابدا احنا النادي الاهلي بنعمل على المبادئ. واكبر كده الدليل يا كابتن ان لما حصلت الازمه النادي الاهلي نفسه هو اللي ما انا بقول لحضرتك احنا تربويه قبل ما الاتحاد ده انا هقول لك على معلومه بقى جميله. احنا شطبنا ووقفنا ناس الاتحاد ما خدش قرار ضده حتى استغرب الاتحاد. يعني احنا شفنا حاجات خروج عن النص من قبل النادي الاهلي ما ينفعش فيه لعيبه تعمل كده الاتحاد نفسه ما عملهاش. يعني ده لو دل على النادي الاهلي فعلا النادي القيم المبادئ طبعًا. وما بيسمحش باي تجاوز او خروج عن النص. احنا ما هو لحضرتك احنا يعني المقوله الجميله ان النادي الاهلي نادي المبادئ دي مقوله فعليه مش مقوله قولا. يعني احنا فعلا احنا بنشتغل على الموضوع ده وبنحاول بقدر الامكان نحافظ على مبادئ النادي الاهلي اللي احنا اتربينا عليها وبنحاول نربي اولادنا عليها عشان لما يكبروا يبقى تبقى في استمراريه.